ليه لقوا فلفل اسود جوه فتحات مناخير رمسيس الثاني؟ الفلفل الاسود وصل مراحل ان هو كان اغلى من الذهب. في هولندا مثلا الغني غنى فاحش قوي هو ده اللي كان بيبقى عنده فلفل اسود في بيته، وما كانش اي حد بيجيب الفلفل الاسود ده لانه كان بيجي من اصعب طرق في الصحراء وعلى الجمال وفي البحر، لدرجة انه وصل لمرحلة انه لما كان حد بيحب يجيب لحد هدية قيمة كان بيجيب له فلفل اسود كهدية. تخيل انت واحد دخل عليك في عيد ميلادك وجايب لك كرتونة فيها فلفل اسود، ده انت تبقى ملك. ووصل كمان المراحل انه بقى يتباع بوزن الذهب، يعني كانوا بيسووه بالذهب وبيشوفوا الاتقل فيهم وبيتباع الفلفل الاسود بنفس وزن الذهب. ووصل كمان لناس انه بدأوا يتعاملوا بيه كفلوس بدل الفلوس العادية. وفي سنة 480 قبل الميلاد في وقت حصار روما اتطلب 360 كيلو من الفلفل الاسود. متخيلين أهمية الفلفل كانت واصلة لفين؟ في الهند في القرن العشرين قبل الميلاد كان الموطن الرئيسي للفلفل الأسود، والناس كلها كانت بتستخدمه في الوقت ده كحاجة أساسية في الطبخ، وكان أشهر الطباخين هناك في الوقت ده بيعملوا كل أكلهم بالفلفل الأسود. أقدم أثر للفلفل الأسود اتلاقى جوه فتحات مناخير رمسيس الثاني، لأنهم كانوا حاطين فلفل أسود في فتحات مناخيره علشان يتم التحنيط بناء عليه، لأنه كان بيستخدم في سر التحنيط في الوقت ده في مصر القديمة. بس محدش يعرف الفلفل الأسود إزاي وصل من الهند لمصر القديمة في الوقت ده، وازاي بدأوا يستخدموه في التحنيط، ومحدش يعرف لحد دلوقتي اسرار التحنيط بالفلفل الاسود واللي كانوا بيجيبوه من الهند عشان يستخدموه في التحنيط. كانوا بيستخدموا الفلفل الاسود في اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد، وكان منتشر جدا هناك، بس برضو كان للاغنياء بس لان ما كانش حد بيعرف يجيبه. وفي سنه 30 قبل الميلاد امبراطوريه روما بعد غزو مصر على طول بقى في طرق مباشره بين روما والهند اللي كانوا بيستخدموا فيها السفن عشان ينقلوا الفلفل الاسود، وفي مره بعتوا 120 سفينه بحريه علشان تمشي من الهند لروما عشان تنقل الفلفل الاسود، والمشوار ده قعد له بتاع سنه. الرحلة دي كانت رحلة طويلة قوي، خرجت من الهند ومشيت في البحر الأحمر، وبعد كده وصلت لنهر النيل في اسكندرية، وكانت السفن واخدة طريقها وفعلا نزلت في ميناء اسكندرية، وكان في الوقت ده بيتم وصول الفلفل الأسود لمصر عن طريق الرحلة دي. وبعد كده من اسكندرية لروما، وكان الفلفل الأسود في الوقت ده من أهم الحاجات اللي مش أي حد بيستخدمها برضه. أنا عادل مجدي، شير كتير جدا للمعلومة وقولولي رأيكم في الكومنتات، ممكن في يوم من الأيام تودوا هدية فلفل أسود لواحد ولا ممكن تستخدموه في التحنيط؟